nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an sen yanımdasın, saçlarım. عرفت شو عامل عمي؟ خاطف الأميرة من العرس. من الصبح ما ضل صحفي منعرفه وما اتصل. وحضرتك امبارح من وصلتك هربت مني على أوضتك وما طلعت. يعني نمت من دون ما نحكي. هلا عمل اللي عملوه. أنت لا تتدخلي. كيف يعني ما اتدخل؟ مريحة قلت لك لا تتدخلي لأنه في عندك سوابق. يا عيب الشوم عمو، يعني أنا ما قلت لك إنه ما كان إلي علاقة لا من قريب ولا من بعيد؟ وناجي ما حكى لك القصة من طقطق لس. قلت لك هذا التافه ناجي لا جيبي لي سيرته بالبيت. طيب حاضر عمي. اسمعيني، انتو ما عم تشوفوا بعضكم لما عم تحكوا بالسر؟ نوب، ما عم شوفه ابدا قطعا نهائيا. كثير منيح، وبخصوص مساله جان تبع امبارحه مثل ما قلت لك ما تحشري مناخيرك فيها، هن بيعرفوا يحلوها. مين ده قال لك؟ من البنك عمي. ما في حل غير اني روح لعندك ست مديحة. يلا خلينا نلحق. رفيف خانم بحاله، بعدين بتجاوبكم على اسئلتكم اذا بتريد. مراد بيك لازم نحن نعرف. مراد بيك ممكن نعرف تعليق حضرتك؟ فتون خانم راحت بارادتها مع جان. بعدين رح نعمل لقاء صحفي. خلص بقى، فيك تخبرنا امتى رح نعمل؟ شو سبب خطفنا العالم؟ مراد بيك لو سمحتي بس بدنا نعرف. مراد بيك يا الله شو هالعالم هي؟ لك مراد انت شو عملت هلا؟ رح يكتبوا عنا شغلات مو منيحة ابدا، انفضحنا ومو ناقصني. قلتيلي انفضحنا ما هيك؟ شو بدهم يكتبوا عنا اكتر؟ لك جوزك خطف لي مرتي بليلة العرس يا رفيف، شو بدك اكتر من هيك؟ فهميني. طيب انا شو بعمل مراد؟ مالك شايف حالتي بعيونك؟ مو طالع شي بايدي لاعمله. في شي بتقدري تعملي رفيف، ورح قلك شو. عشو عم تضحك جان؟ انتي طالعة بهدول التياب بتشبه الصيادين فتون؟ جان كأنه أنا طاير عقلي باللي لابسته، ما هيك؟ بتعرفي شغلة مهمة؟ شو؟ حتى بهالتياب طالعة بتجنني.
أصلاً أنت شو ما لبستي بيطلع عليكي بيطير العقل. إيه خلصنا بقى جا، خلاص يلا اتصل بعمو حسن خليه يجي ياخدنا. شو جاب هالسيرة هلأ؟ ليش؟ جان بدك نضل قاعدين بهذا الكوخ ونموت من البرد؟ وسمعوا لحاله كمان. فوتون لا تاكلي هم سمعه، هلأ ميسون أكيد ما رح تتركه للولد، وجدي بيروح بيطلطل عليهم، ما تحملي همهم. أنت أصلاً ما تحطي هذا الحكي ببالك، هاي المواضيع عندي فبترجاك ارتاحي، لا تشغلي بالك. وبكل الأحوال نحنا مالنا متحركين من هون لحتى تسامحيني على كل شي عملته. قلت لي لحتى سامحك؟ يعني كتير مهم بالنسبة إلك إني سامحك؟ صدقيني هذا كل شي بتمنى بالكون. طيب شو بتعمل كرمال سامحك يا بطل؟ لك بعمل كل شي بدك يا شو ما بدي؟ متأكد جان؟ ايه فتون أنا بحبك فوق ما تتصوري، أنا مجنون ليلى ولهيك بعمل يلي بتطلبه ليلى مني، حتى أني فيني استناكي طول العمر. معناتها حياتي بدك تستنى كتير لحتى سامحك. هلا شو صار لك فجأة؟ من شوي كنتي رايقة وما أحلاكي. قال شو بعمل اللي بدك يا بنت وبستناكي، ليكو شو ذكي كأنه كاسر كاسة وبده أمه ما تضربه. أنا ما نسيت تخبيصك مع رفيف خانم حياتي، لا ما نسيته أبدا، ما نسيته. العمى أنا ما فيني أخده لسمعه. شو يعني ما فيكي رفيف؟ ما عندك حل تاني، انت لازم تجيبي سمعه لعندك، واول ما يدروا رح يرجعوا فورا. فوتون اذا بتموت ما بتترك الولد عندك. لك هي ميسون ما بتقبل، مستحيل تعطيني سمعه. شو يعني ما بتعطيك اياه؟ انت مرجان. لك هالبنت بتتمنى لي الموت، ما رح ترضى تعطيني اياه. بس ممكن تعطيه لمديحة، لانه مديحة بتضل سته. انت هلأ وصلني لعند مديحة فورا، وانا بحاول اقنعها، اصلا صار الوقت لحتى ترجع على اللعبة. يسلموا هالإيدين بنتي. يسلموا ناجية. شايف ما احلانا هيك عمي؟ قاعدين عم نشرب القهوة مع بعض مثل أيام زمان على رواق وكتير مبسوطين. أكثر مما بتتخيلي. رح جنوا حياة الله، ابني خاطف أمي قوي القزمة ونحن قاعدين عم نشرب القهوة هون ولا كأنه صاير شي، ومن خوفي مو قدراني أسأله عن شي. ناجية كولونيا. لك هي ما بتسمع صوت أفكاري. مديحة شو عامل اليوم؟ شو مشاريعك؟ إيه شو بدي أعمل؟ بقعد بالبيت وباكل خبز وزيتون. برافو عليكي عادي. واصحك تطلعي برات البيت ها؟ وإذا صاروا إجر عنا حدا من الصحفيين ما تفتحوا لهم الباب أبدا. طيب ها؟ بابا ما بفتح. ليك مديحة إذا بشوف منك غلطة وحدي هالمرة رح سدتك لبرا واسترجي تمرقي من جمسور البيت. حقك الطبيعي يا عمي، طبعا ما بغلط ولا يهمك بابا. شو عم يصير معك؟ مين عم يدق لك هكذا؟ شوف ما في شي مهم عمي، البنك. هاتي هالتليفون قلت لك لشوف. شو هالبنك الغليظ هاد؟ ليش عم يدق لك كل شوي؟ هاتي لشوف هاتي. لا بلاها ما في لزوم عمي. مديحة قلت لك هاتي لشوف. عصفورتي كيفك؟ لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله. انا وياكي صرنا مثل جولييت وروميو، مثل هيك قصة حب انا ما عشت. يا قرين التربائي. احترامي سيدي. هذا الصوت ما بدي اسمعه. اسمعني ولك سدوا لحلقك عشان ما امسح فيك الارض ها، وبجيب لك الشرطة على بيتك فهمت؟
وين كان مخبى كل هالجفا يا عصفورتي؟ حبنا العذري كان لازم يتحول لتراجيديا يعني؟ ناجي احكي لشوف مع مين كنت عم تحكي يا مقصوف الرقبة. عم بحكي مع البنك. قلت لي مع البنك مع البنك. شو بدهم فيك البنك؟ انت يا دوب معك تمشي. انا كمان هذا اللي عمولو امي، قلت لهم ما تدقوا لي مرة تانية. سكوت وبلا حكي فاضي، قوم اعمل لي فنجان قهوة وسط من تحت ايدك، يلا لشوف اتحرك. خلص على عيني امي. يلا. معناها التليفون ممنوع، اي بسرق حالي وبروح لعندك بالسر مدوحتي. وقف يا ولد، ما تضل تبربر مع حالك، وين القهوة تبعي وينها؟ أه؟ ثواني امي وبتكون عندك فورا ولا يهمك. مديحة، هذا ليش بيضل عم يدق لك كل شيء والتاني؟ ها؟ لا تكوني عم تشوفي لهذا النصاب من ورا ظهري بالسر. معقول هذا الحكي اللي عم تحكيه عمي؟ نهائيا، انا ليش بدي اشوفه لهالحقير؟ معناتها ليش بيدق لك وامر كلمه على لسان العصفورتي مدوحتي؟ انا شو بيعرفني؟ اهبل. مديحة، اذا انت عم تعطي وش لهذا الدب التافه؟ ان شاء الله امتص بنظري اذا عم بعمل شيء عمي. الرجال كذب الكذبه وصدقها. عشقان هذا عمي عشقان، أنا شو بعمل له؟ هذا حب يعني. لا، هالقصة ما رح تمر على خير، أحسن شي روحوا احكي مع أمه حتى تفرك له أذنه شوي. شو هو اللي شو مفكر لك كان بعد العمر بدك يالي أركض وراه؟ مو على الفاضي قالوا هم البنات للممات. أوف. ناجية، خبري حسن يحضر السيارة. شكله فقعت معه. عمي بس اسمع، هذا الأكشن بعد هالعمر مضر كتير لصحتك عمي صدقني. مديحة، روحي كسري إجرك وعدي بأرضك وانتظريني. طيب بابا حاضر. يلا. صرت مراهقة عشقاني ابن الجماعة اللي قلنا تار عندهم. أنا عن جد تحولت لجولييت. في إلى حالك يا هبلة، لا تجني هيك فورا. شو قال لك عمك؟ قال لك اكسري رجلك واقعدي. شو عملت الكنة الشقرة يا ترى؟ الله أعلم شو بتكون مخبصة. لك شو عم تحكي؟ شو دخلك انتي؟ عملت اللي عملته، سكتي واقعدي. أنا إيدي عم يرجفوا، أكيد بدهم جرعة كذب. أنا أدمنت وما عاد فيني وقف. أنا شو بدي ساوي؟ ناجية الكولونيا ناجية. فتون؟ مانك منتبهة أنه لك 3 ساعات بالتمام عم تقري صفحة الاقتصاد؟ ليش برأيك جان؟ لأني بفضلك حفظت اقتصاد البلد عن غايب بعد حبستك إلي. ما ضل عنا حتى ببنو. لا تقوليها، وأنا عم أقول لحالي ليش البيت مبوز كل هالقد. شو بدنا نساوي هلا؟ شو بيعرفني؟ إيه عمو حسن أكيد بيكون حاطط حطب مقطع بشي مكان. أكيد بيكون فيه طبعا. دوري لقلك. شو جنبك؟ لقيت حطب؟ لا والله ما في حطب. شرف، روح دبر راسك يلا. اي بسيطة، ما أنا مشكلة، أنا بحمل حالي وبطلع وبدبر حطب بثواني، وبقطع دغري وبرجع لعندك وبشغلها. ما كان جاي على بالي اضحك، ما عرفتك جان، انت وين وتقطيع الحطب وين يا ربي دخيلك؟ ممكن لو سمحت هلا تتصل بعمو حسن وتقول له يجي لعنا؟ بالله شو هالحكي، ما حذرتي ابدا، ما بتصل، هلا بتشوفي كيف رح الاقي حطب. بنتي انا اولا بقطي حطب كتير منيح، هالشغله من اهم هواياتي، قطعت حطب كتير بحياتي، لو تعرفي هالهوايه قديش مفضله عندي. ايه بتكون مقطع حطب كتير ببيتكم طبعا، متاكده كرمال الشمنيه. هلا وين الفاس تبعي؟
يعني أكيد بيكون الفاس برا بشي مكان، رح ألاقيه. أوف جان، وقف بس دقيقة، بس دقيقة، بلا ولدنتك هلأ. يا مجنونة، ليش هيك عم بتصرخي؟ موتتني من خوفي جان. نزل هي من ايدك، الشيطان ملعون. الشيطان ملعون. الفاس هلأ جاهز، وإذا دبرنا حطباتنا أمورنا منيحة. شان الله جان، دخيلك حلفتك بالله تتصل بعمو حسن. اتصل. لك انت شو بفهمك بتقطيع الحطب؟ ليك فتون، هذا الاحتمال نسي مرفوض. ليك جان، أنا ماني مجبورة ضل قاعدة معك لحتى سامحك. بلا يا ربي، دخيلك رح أزن منه، رح أزن أنا. فتون خلاص، حاج تحكي كتير، روح اجمعي الحطبات وأنا بقطعهم. بالله جد؟ أنت أذكى واحد بعيلتك؟ يا بنت شي مرة قولي موافقة على شي شغلة ولا تضلك عم بتعاندي، مو طبيعي شو عنيدة أنت. روح اجمعي حطب قلتلك. طيب موافقة، ماشي. قولي والله. والله طالما نحن رح ننام هون والطقس بارد، موافقة إني روح جمع حطب؟ موافقة. برافو عليك يا شاطرة. برافو علي. ممتاز. إيه لك. طيب ماشي، معناتها أنت روحي دوري بهديك الجهة، تمام؟ وأنا رح أروح دور بهي الجهة. إيه طيب. طيب يلا، الله يقويك يا بطل. شكرا إليك، ما شاء الله عنك. والآيل إن شاء الله. وأنت ما شاء الله عليك. عراسي نعنوع. لك في رجال نعنوع كل هالقد؟ قال شو بدي جمع حطب؟ قال ايه في حطب اكبر واسى منك انت يا ترى. شو اخبارك؟ طمني عنك، الطقس حلو كتير ما هيك؟ خير فتون، لوين رايحة؟ والله بدي اجمع حطب جان، لوين بدي اروح يعني؟ لتجمعي حطب وراكدي على ملات وشك بهالطريقة لتجمعيهم يعني؟ دمعت عيني عن جد. والله. اي والله. شو بدك تساوي؟ هلا بتشوفي بعينك. جان جان جان، استني بلا هالحركات. شو بوجان، شو بوجان، لا تضلك تولولي. جان شو في؟ جان نزلني فورا. ماني منزلك. نزلني عملك. ماني منزلك، كنت عمل حساب قبل ما تفكري تهربي. يا الله منك جان. على فكرة فتون زايد وزنك، شو عم تاكلي؟ نزلني. خلاص خلاص، حاج تصرخي بقى خلاص. انت شو عم تحاول تعمل يعني؟ جان لك، جان جان. وها قفلنا. ولك جان افتح الباب، عمل لك افتح الباب. جان لا تسكر علي هيك. جان افتح الباب. عادي جوا بأدبك لشوف انا راجع بعد شوي. صحيح لا تحاولي تهربي من الشبابيك لانه كلهم مبسمرين. مسلسل؟ افتحوا لا. خلاص عدي عقلي بقى. لا لك افتح. خلصنا بقى لجوا. اي انا من غير ما وقع فلان بعلتان، ومن غير ما افتن بين البشر، ومن غير ما اجيب هداك لهون واخذ هداك لهنيك، كيف بدي اعيش ناجية؟ رؤي شوي مديحة، انتي جايتك كريزة كذب قوية. رح تمرق يا خانم، رح ترجعي طبيعية. يو مين قالك بدي اياها تمرق؟ انا طبيعية؟ انا بدي صير مملة مثلك؟ انا لازم اعمل مخطط بأسرع وقت. مين بيكون؟ ما اوعك تفتحي، عدي لشوف. حاضر. افتحي ناجية، يمكن يكون اجاني حدا لأتسلى فيه. حاضر.
مرحبا ناجية. أهلا رفيف خانم. أوعك الدخلية، ما الدخلية لجوا، ما الدخلية، أنا ممنوعة من رفيف. ممنوعة من رفيف، أنا ما عندي كنة. ناجية بعدي هيك كل المصايب والبلاوي من ورا ميسون، بعدي هيك عن طريقي. أوعك تقربي أكتر رفيف، أنا ممنوعة علي شوفتك، عمي حاطط علي الحجر، ما تقربي ما تقربي أكتر والله بصرخ بالولي. خالي مديحة ما في داعي للحركات، انت كيف تبيعيني بهالطريقة؟ نحن ما عملنا كل شيء مع بعض، حتى انه انت اللي جبرتيني اعمل كل هالشي. ابنك جان عنده خبر؟ ما عنده، ما هيك؟ طيب شو رأيك احكي له لجان وقل له انه امك اللي لعبت بعقلي وخلتني اغلط هيك، لنشوف وقتها شو رح تجاوبي. دخيلك، روحي احكي له اذا بدك، لنشوف ابني بيصدقك ولا بيصدقني. ما في داعي صدقني، بكفيني يقول لحاله يا ترى امي لها علاقه بهالقصه، وساعتها رح يجي يسالك وحضرتك رح تحكي له بالتفصيل. رفيف اختصري، انت شو بدك؟ يلا قولي. بدي منك مساعده اخيره يا خانو. انا اعتزلت هالقصص حبيبتي، ما بدك تفهمي يعني؟ عم حاول عيش حياة طبيعية بدون كذب. إذا قدرنا نعمل هالقصة بذكاء أكيد ما حدا رح يحس علينا. هيك قلتك؟ طيب شو رح نعمل؟ الخطة إنك تجيبي سمعه لعندك وبتتصلي بجان وبتقلي له سمعه هون ومرضان، وساعتها وين ما كان متخبي رح يترك كل شي ويجي لعندك. والله هاي فكرة حلوة، بس هاي المساعدة الأخيرة، أنا تبت ما عاد اشتغل بهي القصص. بنشوف. عم تتصل الزبونة. نعم جوليا خانم، تفضلي امريني. انا لهلا ما قدرت احكي لجان عن عرض حضرتك، بس ما بظن انه رح يكون في مشاكل بنوب. لا حياتي، معقول؟ لا، برأي جان رح يطير عقله لانه رح يعمل دعاية حفاضات اطفال. قلتي لي قصة خطف العروس؟ هلأ الموضوع بصراحة مو مثل ما واصلكم بالضبط الصحافة مبالغين. ايه لا لا، نحن اصلا رح نعمل تصريح صحفي. ايه فهمت عليك يا خانم. طبعا طبعا، ما تاكلي هم. طيب اوكي اوكي، الله معك. اكل هوا، اكلت هوا جان، يعني بإيدنا كان في عرض عليه القيمة شوي، وهذا كمان على وشك إنه يروح من إيدنا. لك الحق عليه، ليش لحتى طوعك وأنا بعرفك إنك بنص عقل؟ لا وفوق منا بساعدك بخطف فتون بسيطة، أنا برشيك. خير، صاير شي مو منيح؟ لا يا روحي، شو بده يكون؟ كل شي من أحلى ما يكون ورواء. سؤالك مو طبيعي بنوب. بيني وبين مشفى المجانين خطوة، من بارح لهلأ حضرتك على كل القنوات. حلو كتير هنادي، هي دعاية لقلي ببلاش. ساعدوني. مع مين عم تحكي على التليفون جان؟ مفكر دمك خفيف جان؟ عم تخفف دم؟ بس أنا ماني عم بضحك أبداً. أصلاً بطلوع الروح وبالزور لزبطت الشغل شوي، لك كان جاييني كمعرض مثل العالم والخلق، وهلأ هدول رح يطيروا من إيدي. تعرف شو عم بيقولوا الكل؟ كيف زلمة متزوج وعنده مرته وخاطب طليقته من عرسها؟ نحن كيف بدنا نسلمه دعاية حفاضات الأطفال تبعنا هلأ؟ أنا شو بدي جاوبهم؟ دعاية حفاضات أطفال؟ ليش أنا ما خبرتك عن هي الدعاية من قبل؟ لا هنادي، ما خبرتيني عنها من قبل. شو هاي دعاية حفاضات أطفال؟ صارت وصارت، خليني صور دعاية حليب وسيريلاك ويعطوني جائزة أفضل أم. يا الله، لك الأمير هذا اللي ناقص. إيه هذا اللي ناقص هنادي، يحبسوهم بالقصور والله بهيك مكان. خلصيني، يسحبوا هالعرض المعد تبعهم، أنا أساساً ما بشتغل بهيك شيء، خلصيني. أمرك جان. طيب وأنا شو بعمل وقتها؟ شو أعمل إذا حضرتك عم ترفض كل العروض؟ هنادي أنت مو شغلتك تحلي المشاكل، دبري هالقصة ولا بقى تضايقيني بقى. ألو، لك أصحك تسكر التليفون بخلقتي جان، لسه ما خلصت. ألو، عن جد رح جن من هالرجال، رح يلبسوني الروب الأبيض من ورا. لعما شو هالحالة؟ لك غلطان ومفزلك فوق منا. سامي استنى استنى، انا جايك. افتح افتح ايدي.
يا فتون! آخ عم توجعني كثير يا فتون! يا الله! لك شلون بينفتحات! سهلة! يا فتون عم تشعني ايدي كثير! لك هذا الباب ما عم ينفتح معي، شو اعمل؟ لك استنى جان، استنى علي بس شوي رح لاقي طريقة. جاي انا. لك تعالي ايدي، بدي ايدي يا فتون. وين رح دور لك عليها؟ يا ربي وين ايدي؟ بدي ايدي مشان الله دوري علي ايدي. وين ما بقدر لاقيها. ايدي هربت. وين ما عم لاقيها. دوري عليها دوري. والله ما عم لاقيها، ليكني عم دور. ايدي كتير عم تنزف يا فتون. انا بدوخ من الدم كتير. معقول اموت يا فتون؟ ما بعرف اذا هيك لكان. يا الله دخيلة ليكا. شو هالمسحة البايخة هي؟ معقول تعمل فيني هيك؟ خفتي علي؟ كنت رح موت من خوفي. ليكي فتون؟ ها؟ وانا عم قطع الحطبات كنتي عم تتفرجي علي من جوا يا زعرة؟ ها؟ شو بدي اتفرج؟ كنت عم شوف الطبيعة. ايه صدقتك الطبيعة. الطبيعة اي دخيل طبيعتك انت. يلا جان بسرعة شوي، بردت كتير بسرعة. يلا بقى. يلا 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 يلا. جيت حبيبتي. وها قفلنا الباب. يلا يلا يلا. ما رح نحترق ما؟ لا تخافي ما منحترق. هلأ مندفع حبيبتي. بعد لغطيها. شو كنتي ناوية تعملي؟ حسيت انك بحجة جمع الحطب كنتي رح تهربي ما هي؟ لإمتى نحن بدنا نضل قاعدين بهالمكان؟ عم تتصرف تصرفات ما إلها طعمة بنوب. أنا بدي أرجع. لك مو على الفاضي بيقولوا بالزور ما بينعمل معروف. أنت كمان بتحبيني فتون، وبتعرفي إنه حكي صح. بعرف إني غلطت بحقك، بس هلأ بما إنه انكشفت الحقيقة خلينا نرجع. بس اللي صار ما بينتسى بسهولة جان. نحن الاثنين نضحك علينا يا فتون، ضحكوا علينا اثنيناتنا، ولهالسبب شيلي كل هالقصص من راسك بقى مشان تقدري تسامحيني على كل شي، وأنا رح استنى. والله رح تستنى كتير حياتي، مو كل شي فيك تاخده بسهولة. هبلة. مديحة خانم؟ دخيله أنا دخيله. يا برني الوش الغالي، كيفو حبيبي كيفو؟ أنا اشتقت له كتير. يقبش يقبش أبوشة اللي عامل بشبوشة. كيفك ميسون؟ يا خانم انت شو جابك لعنا؟ شو هالسؤال البايخ ميسون؟ ممنوع اجي شوف سمعه؟ ليش متفاجئه كل هالقد؟ شو الغريب بالموضوع بالله؟ هاتي عنك هاتي لشوف. هاتي لك هاتي يلا يي هاتي يي يي هوبا يا فصعون هوبا. كان في بطه نطت نطه شافها سمعه قال له دخيلك رح احكي لك. تفضلي فوتي خليني ضيفك شاي او قهوه. ما بدي، رح أخذ سمعه معي وروح. لوين؟ على الجنينة، عمي هنيك عم يستنانا، بعتني مشان جيبه. اسمعي البيك قاعد بجنينة؟ إيش وعم بحكي كرواتي؟ مشان ما يتعب عمي إجيت أنا أخذ سمعه، رح ناخده مشوار ونرجعه فورا. ما فيني هلأ جان بيك بيعصب علي، ما فيك تاخديه يا خانم والوقت كتير تأخر، أعطيني سمعه. يييي بنتي أنا أمه لجان، هالولد حفيدي أنا كمان، من حقي أخده قانونيا. وجان كمان عنده خبر، عم قلك كلهم بيعرفوا. مستحيل، عم قلك ما في طلع. ها شفتي شلون؟ ش ش ش ش ش ش ش ش ش
شفتي عمي عم يدق لي. أهلين عمي إلي. إيه ماشي ماشي، يلا رح أخذ سمعه وإطلع فورا. لساتك بالجنينة؟ طيب إيه بس ميسون عم تقول إنه ما فيني أخده. طبعا مستحيل تخليني. أي لا تعيط هيك عمي، هلأ بيسمعك الولد. ماشي ماشي طالعين فورا عمي. ماشي افتحي لي هالباب بسرعة. ميسون رح ناخده مشوار شغلة نص ساعة، عمي عصب كتير والله. نص ساعة مو أكتر ما؟ ايه طبعا. يلا ميسون افتحي لي هالباب. طيب لكن أنا جاي معك. بنتي ما بصير تجي لكل مكان ميسون، الزمي حدودك شوي، يمكن الزلمة حابب يقعد هو حفيده لحالون. طيب ماشي يا خانم، أنا رح أطلع لفوق وجب لغراضه لسمعه. ايه روحي جيبيون، شو واقفة عم تستني؟ العمى شو هاي؟ جيبيها حطيها هون. محمود تعال عندي ساعدني. ديري بالك. ايه ديري بالك والله جاني بيدفننا اذا صار له شي. تعال شوف حمل هالولد، حطه بالكرسي الوراني، حمله منيح. هاتي هاي نص ساعة. اصحك تتأخري بنتي، سكري هالباب، انا قلت لك انه ما رح نطول. يلا فوتي وسكري هالباب. يا ربي يا الله دخيلك. نسيت مفاتيحك مثل العادة. لأمتى بدك تضل هيك؟ مفاتيحك لأمتى بدك تضل تنساهن يا مقصوف الرقبة؟ كم مرة أنا. أهلين إسماعيل بيك. مرحبا خضرت خانم. مرحبا. ناجي أفندي بالبيت؟ لا أنا قاعدة لحالي وهو مو هون. ايه منيح بيكون احسن، لانه بدي احكي مع حضرتك جوز كلام. اهلين اهلين. ايه ما في داعي تشلح ولو شرحنا ومشي الحال. تفضل ارتاح، اهلا وسهلا. اهلين بحضرتك. والله انا كان بدي اسالك شو بتحب تشرب، بس الشاي والقهوه ناجي اللي بيعملون، انا عم بتعب كثير. ولا يهمك يا خانم، انا اصلا ماني مطول. اسمعي لي قدرة خانم، مثل ما بتعرفي الخطوبة اللي بين ابنك ناجي وبنتي مديحة فسخناها. أنا اللي بعرف. ما بتصدق قديش ارتحت منه. يعني صدقيني نحن ارتحنا منه ومبسوطين أكثر منك بهالشغلة، بس في آخر فترة يعني حضرته كل شوي والتاني بيتصل بمديحة، وأنا شاكك إنه عم يشوفوا بعضه من ورا ظهرنا. يعني لو سمحت ديري بالك على ابنك ربي. مين أنا؟ أساساً أنت اللي لازم تخلي عينك على الجاجة تبعك، إن كانت كنتك ولا بنتك. والله ما بعرف، ما صدقت لقيت شاب مثل الوردة ودبقت فيه. قدرت خانوم عيب الحكي هذا، ما بيصير. لا تأكل هم إسماعيل بيك، أنا رح جيب لابني ناجي بنت صبية. يا ريت حضرتك كمان تقول للجاموسة تضل بعيدة عن ابني وتتركه. لك ابنك ناجي هو اللي عم يدق لمديحة قدرت خانوم. لا 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 لا، ابني ما بيعمل ابنوب، مستحيل. فلقت قمر ومرضي امه، مو معقول يعمل هيك شيء. مثل ما بدك، انت ما رح تفهمي بالذوق قدرة خانوم. اسمعي لليوم ورايح ما بدي اشوف وش ابنك ناجي، واذا شفته ما رح يحصل له خير بنوب. حلو عنا بقى. اذا صار مثل ما عم تقول بايدي هدول رح ندفو لناجي، بس حضرتك كمان انتبه للي عندك. ماشي يا خانوم ماشي، بخاطري. مع السلامه. ها رفيف أخذت الولد ورح جيبه لعندك فورا. أصحك لا تجيبي لعندي، أنا شو بدي أعمل فيه؟ بالله وأنا شو بدي ساوي بسمعه؟ مو أنت قلتي لي روحي وجيبي الولد؟ أنا قلت لك روحي جيبي، بس ما قلت لك جيبي لعندي. كل القصة مشان جان يرجع، أنا ما بدي إياه، أنا يلي بيهمني ابنك. ليكو ليكو هالعنزة الشقرة، طنبرتني وبعدين بلتني بالولد. أنا لو ما كنت معاقبة كنت بعرف أطلع من خرجك منيح، بس خايفة يسمع عمي ويرجع يحرمني من الثروة تبعه. انتبه على طريقك محمود، أحسن شي هلأ أتصل بجان يجي وياخذ هالولد مني. جان أنت منيح؟ منيح الحمد لله. الحمد لله.
مين عم بيتصل؟ أمك. المفتاح؟ شو ما رح ترد عليها؟ لا، مالي خلق على أسئلتها. بتكون دريت بالشي اللي عملته وبدها تسألني وبدها تصرع راسي. أنا متأكد رح تسأل عن كل شي وبالتفصيل. والله ماني مصدقة حالي، بس مضطرة أحكي، المخلوقة معها حق. جان، نحن كل الوقت رح نضل قاعدين هيك؟ بصراحة أنا كتير مبسوط بالقعدة معك فتون، بس أنا مليت. شو بتحبي نعمل؟ ها؟ أخدك ونطلع نسهر بشي ديسكو مثلاً؟ لا، بس فينا نطلع نتمشى، أو إذا بدنا فينا نلعب بالرمل كمان. طبعاً طبعاً فينا نتمشى، ما حذرتي. بدي حجة لتهرب. ليكي فتون؟ ليلي مرتاحة على الكرسي؟ كتير. قلت لحالي زمانك مرتاحة. تعالي لجنبي لهون. لا ما بدي. دخيلك بالناقص بلا ما تجي. اصلا انا لانه الكرسي مالي مريح شفقت عليكي. لك هذا كرسي، هاد بيكسر الظهر. جان، عن جد احسن شيء اجي لجنبك. قولي والله. والله. تعالي. شو عم بتحاولي تعملي؟ عم حاول اني اغمرك جان، بس ايدي علقت تحت. فتون، هي هي راحة البال. لما أنت بتكوني جنبي، أنت وسمعوا، لما ما بتكونوا جنبي بحس حالي معايش، كأنه في خيول عم بيركضوا جواتي وما بعرف شو بدي أعمل أو لوين بدي روح. والله فتون، أنت هلأ لا تقلي لي ولا كلمة، المهم إنك تضلي هون جنبي، تضلي جنبي وما تفارقيني بالمرة، ونبقى سوا طول العمر. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Kim kime yanık, anlat azıcık, korkma da. Geçme benden, saklanırsan gözlerimden. Kim kime deli
خلصت.